مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل اللي بنتعرف من خلاله بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه بشكل. البورصه مؤشراتها عاودت الانخفاض لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس وهو نهايه تداولات الاسبوع. انخفض المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 17% ليبلغ مستوى 16633.97 نقطه. تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 858.37 نقطة، وانخفض مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 45% ليبلغ مستوى 2179.27 نقطة. التراجعات وموجة الانخفاضات امتدت إلى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية الذي تراجع بنسبة 0.5% لينهي التعاملات عند مستوى 16,916.9 نقطة. هنتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 25.64%، تلا قطاع الكيماويات بنسبة 11.44%، جاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 9.66%، وجاء رابعا قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 9.17%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع استحوذوا على نسبة 68.7% من إجمالي التعاملات. اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 22.2% من تعاملات السوق، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 9.8% من تعاملات السوق. على عموم الأفراد والمؤسسات، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء استحوذوا على نسبة 56.49%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 43.5% من إجمالي التعاملات. إذا تحدثنا عن الأسهم، كان الأكثر ارتفاعا فقد تصدرهم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.95%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.13%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 6.16%، وحل رابعا سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 6.13%. وعلى النقيض، كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً تصدرها سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.53%، ثم سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 8.9%، تلا سهم شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بنسبة 8.9%، وحل رابعاً سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو بنسبة 5.73%. هذا وقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 948.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت بنحو 716.5 مليون جنيه. وقبل أن نخرج إلى تقريرنا اليومي عن أداء البورصة المصرية، دعوني أرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة مريانة عزمي، المحلل المالي خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك معي أستاذة مريانة. أهلا بحضرتك. اسمح لنا نخرج لتقريرنا اليومي ونبدأ بعدها التحليل. تمام، تفضل. مدفوعة بعملية بيع من قبل صناديق الاستثمار المحلية، اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي نحو المنطقة الحمراء لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 948.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 716.5 مليون جنيه. البورصة اليومين دول مش مستحوذة على اهتمامات المتعاملين، هو بيعملوا نوع من المراقبة عن بعد انهم في انتظار الاطروحات الحكومية الجديدة، وده بيخليهم ان هم حاجة من اتنين، يا اما بيبيع اسهم ويحتفظ بالسيولة معاه لدخول الاكتتاب، يا اما بيقعد كمتفرج على الاسعار بدون اي اتخاذ اي قرار، فده اللي بيؤدي لانخفاض احجام وقيمة التداول وبيؤدي كمان الى انخفاض المؤشرات. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 17% ليبلغ مستوى 16,633.97 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 50%
وشملت الانخفاضات أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 45%. كان اغلب المستثمرين مستنين قرارات البنك المركزي الخميس الماضي بخصوص سعر الفايده، حصل تثبيت فده انعكس اداء على المستثمرين. الملاحظ ان قيم التداول منخفضه قربت من 700 مليون، ده طبيعي، القيم الساعات انخفضت ساعه، فده ادى انعكس اداها على المستثمرين المصريين. كان هم متوقعين يبقى في اخبار ايجابيه في السوق الاسبوع الحالي. الاسبوع الحالي المؤشر بيبقى في نقطه عرضيه للمؤشر عند 16850 ل 16500، ده انعكس اداء على المستثمرين. وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 75 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت أسعار أسهم 43 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. مبيعات المصريين والمؤسسات قادت مؤشرات البورصة المصرية للانخفاض في ختام التعاملات، تراجع رآه مراقبون أنه انعكاس طبيعي نتيجة ارتفاع المؤشرات الرئيسية إلى أرقام قياسية خلال الفترة الماضية. أسمى حسن، النيل. شكرا للزميلة أسماء حسن على تقريرها اليومي عن أداء البورصة المصرية. ونبدأ فقرة التحليل، وأرحب مرة جديدة بالأستاذة مريان عزمي، محلل المالي وخبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذة مريان. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا بقالنا أكتر من أسبوع دلوقتي قاعدين في يعني في منطقة فوق 16 600. كان الناس متوقعة إن إحنا نقف عند 17 300 17، هو هيبقى يعني القيم الجديدة اللي يقف عندها 30. بقالنا أسبوع نزلنا عندها والناس بدأت تقلق وما زلنا واقفين. شايفة المؤشر النهاردة 30 بالذات، شايفة الجلسات والمؤشر النهاردة عامل ايه؟ هو بداية خلينا نتكلم على منطقة 17 300. تمام. اللي ناس كتير قوي كان عندها امل ان احنا هنقف عندها. أيوة. هي اللي ادى الامل ده للناس ان هو في حصل ريباوند او ارتفاع لمدة جلستين متباعدتين بس كان في المنطقة دي، فناس كتير قوي كانت معتقدة ان خلاص كده التصحيح خلص. تمام. لكن انا وجهة نظري الشخصية لا، لسه التصحيح ما كانش خلص عند المنطقة دي، وكان لازم ينزل بينا لغاية هي نقدر نقول هتطلعنا منطقة 50 100 نقطة، وهترجع تنزلنا تاني لمنطقة 16 800 16 ونص اللي احنا واقفين فيها. تمام. لغاية دلوقتي الدنيا امان. يعني في ناس كتير او مستثمرين كتير متخوفين من السوق، انا مش شايفاه لغاية دلوقتي مخيف، بل بالعكس هو آمن جدا. ويمكن زي ما حضرتك قلت ان احنا واقفين فيه لمدة اسبوع ونكمل كمان 3 4 جلسات تانيين، يبقى احنا كده عملنا زي قاع في المنطقة دي ما بين 800 16 800 16 ونص، يبقى احنا هنا كوننا قاع جديد اللي هيدفعني لفوق 18000 الفترة اللي جاية. بس كان طبيعي جدا ان ده لازم يحصل. ليه؟ لان ليه؟ ما هو ده السؤال بقى. الناس شايفة ان الصعود كان متتالي على طول على طول، وجلسات الارتجاع يعني بتنزلي جلسة 2 وبعدين ترجعي تطلعي تاني، فما كانوش متوقعين فجأة ان احنا ننزل من 18 ونص نرجع بقى لغاية 16 ونص. بالظبط، هو ده الغلط في حد ذاته. اولا احنا الصعود، يعني احنا لو بصينا على المؤشر ككل في خلال اخر 6 شهور هنلاقي ان احنا كان متوقعين التراجع من 16000. تمام. من ساعة ما يعني واحنا طالعين الى مستوى 16000. تمام. وما حصلش. وبكملنا مباشرة ل 18300 وشوية. تمام. الصعود الحاد ده في حد ذاته مش حلو. مش صح، فكان لازم يحصل فيه تراجع، وطبيعي جدا على قد حدة الصعود لازم يكون حدة التراجع. فكل ما بلاقي المؤشر بيرتفع بصورة قوية جدا، ده أنا شخصيا بحس إن الحجم بتاع التراجع هيكون عالي جدا، وده اللي حصل. إحنا بنتكلم في 1800 نقطة تصحيح حتى الآن. جميل. ويعني كمان لازم نضيف عليها في مؤشر تاني. أنا عندي في خلال الشهرين الأخير هلاقي أن صافي تعاملات الأجانب بيع، وده شيء منطقي جدا للأسواق العالمية تزامنا مع الأسواق العالمية. ما ينفعش يحصل عندي المؤشرات الكبرى في العالم أن يحصل فيها نوع من أنواع الجني الأرباح القوي. أي نعم في تخوفات لما أكتر من كده، بس أنا وجهة نظري الشخصية لا، لسه لسه ما حد يعني الأزمات الجديدة ده مش معادها قدام شوية. فبالتالي لازم يكون في تناسق في الأسواق، لأن أنت سوق مفتوح،
فطالما الأجانب بتبيع عشان تقدر تظبط محافظها خارجيا فلازم هيحصل تزامن لهذا التراجعات في السوق المحلي. طب الناس شايفة أن يعني بعض المحللين بيشوف أن الأجانب لما الأسواق عندهم بتنزل إحنا ما زلنا سوق آمن مع التقييمات الجديدة الاقتصادية الجديدة لينا والنظرات المستقبلية من ستاندرد بورز وغيره 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 مع الأخبار الإيجابية الجديدة فالأجانب ما زالوا بيشتروا مع فرق العملة بالذات ان الدولار بدا يعلى حتى لو طلع 5 قروش 6 قروش لكن مازال في فرق عمله بالنسبه لهم كبير جدا مع فرق في الاسهم في قيمه الاسهم في نفس الوقت هم بيحققوا مكسب عندنا فهو لو خسر بره هو بيهدي بره ويبدا يشتري عندنا تاني وبعد كده هم ماشيين سيستماتيك بعد كده بيحقق فبيبيع هم شايفين برضو ان الاجانب مازال هم المستحوذين على السوق الكلام ده كله صح والكلام ده كله بيحصل بس شيء بديهي جدا الأسواق العالمية أو الاقتصاد العالمي كله مرتبط ببعضه أي نعم بتبقى في حتة أقوى من حتة بالضبط زي ما يكون فيه حد دراعه الشمال وجعه شوية بس دراعه اليمين شغال فبيقدر يتعامل الجسم بيحس ببعض الألم ده مش معناه أن الإنسان راقد لا هو بيتحرك وبيتعامل وكل حاجة بس في بعضا من الهدوء ضيف عليه أن أنت طلعت بصورة حادة جدا صحيح ماشي يعني نقدر نقول لاحقا أو يعني بعد الأسواق العالمية ناخد بالنا أن الأسواق العالمية طلعت قبلنا وطلعت قبلنا بنسب كبيرة جداً. صحيح. وإحنا كنا لسه قاعدين في هدوء جداً ونايمين لدرجة أن كتير قوي من المستثمرين كانوا بيقولوا هو إحنا لما يطلعوا برا إحنا نفضل نايمين ولما إحنا ينزلوا برا إحنا ننزل معاهم أكتر فشيء بديهي جداً هم طلعوا سبقونا إحنا جينا في الفترة الأخيرة وخصوصاً من بعد ما عدينا مستوى 16500 وإحنا طالعين وصلنا ل 18300 في جلسات بسيطة وقليلة جداً وكنا بنجري جداً ليه علشان في النهايه نلحقهم لنفس المستوى اللي هيكونوا عنده فيه عشان كله لازم يبتدي يتراجع احنا فعلا ما زلنا سوق امن وما زلنا اقتصاد واعد وما زلنا في الاجانب عند شايفيننا مستثمري ايه يعني كجهه استثمار قويه وفرق العمله كل دي اسباب ما زالت قائمه احنا ما بنقولش ان دي الازمه الجديده او نهايه او زي ما المستثمرين شايفين ان في لسه تحت ثاني كتير لا انا شايفاه ان ده كوركشن طبيعي للصعود الحاد زي ما قلت احنا بنجمع في قاعه جديد وهنبدا نطلع تاني يعني طيب ليه المؤسسات المصريه وانا بقالي 4 سنين بسال السؤال ده ليه المؤسسات المصريه ماشيه عكس الاتجاه دايما يعني اذا كان الاجانب شايفين ان السوق امن المؤسسات المصريه شغالين بشكل مضاربي عادي هم اللي بيطلعوا السوق وهم اللي بيهبدوا السوق يعني مش كمان بينزلوا لا بيهبدوه وفي الاخر هم بيشتروا بيبيعوا كلها شغل مضاربات مع ان المفروض ان المؤسسات بيبقى عليها عامل استثماري اكتر ما هو للأسف الكلام ده مش مطبق عندنا احنا حتى هذه اللحظات السوق المصري بيتعامل فيه الأفراد أو كل المصريين بصفة عامة والعرب على انه سوق مضاربي فبالتالي يمكن عشان كده ده اللي مأثر على اي جي اكس 70 لغاية هذه اللحظات فبالتالي انا اللي بيتحكم في المؤسسات مين هم أفراد مصريين بنفس طريقة التفكير أو المنتاليتي بتاعة المصريين صحيح. اللي شايفين أني طب ما نعمل مش هنقول جيمة أخش أخد مكسب سريع في السهم دوت عشان أحقق مكسب للصندوق بتاعي حتى لو كان على حساب الاستثمار في الأول وفي الآخر هو هيتحاسب برضو على البروفيت بتاع الصندوق فبالتالي هو لازم هيتعامل بالأسلوب ده وبغض النظر عن ان ده استثمار امن او مش امن او ان ده شغال في سهم مالي قوي ولا لا لكن في النهايه انا حققت مكسب في الربع دوت فبالتالي نشوف اللي بعده بما انك انت اتكلمت عن اي جي اكس 70 توقعنا من زمان مع صعود ال 30 ان ال 70 يطلع طلع هادي جدا عنه يعني ال 30 محقق فوق ال 200% ال 70 ما حققش حتى 80% وان كنت الناس شايفه يعني ان الاسهم كلها الوقت اقوى في ال 70 وعليها المفروض يبقى فيها دعم بالذات ان هيبقى فيه طروحات وغيره وغيره دايما هتدخل في ال 70 شايفه ال 70 ازاي دلوقتي؟ شايفاه قدامه قد ايه عشان يبدا يحقق بشكل اقوى و شايفاه مستقبله ازاي؟ هل نفضل نتعامل معاه لانه سهم مضاربات او مؤشر مضاربات؟ هو للاسف انا هبتدي بالجزئيه الاخيره الاول هو للاسف ما زلنا بنتعامل معاه على تمام ماشي برغم ان دي وجهه نظر خاطئه بس انا وجهه نظري الشخصيه 70 اقوى بكتير جدا جدا من 30 في الوقت الحالي نعم. تمام يمكن نشوف حده التراجع
في 70 و 30 هنلاقيها حاجه عبيطه جدا او غير متكافئه. بالظبط زي ما كان الصعود حاد، لان عاده المصريين لما بيفكروا يخشوا على مضاربات بيتجهوا للاسهم الاداريه ويشتغلوا فيها كتير، وعشان كده اتعمل مؤشر 70 انه 70 سهم. فبالتالي ما فيش سهم هيقدر مهما كانت حده المضاربات او الصعود اللي عليه هيطلع بنسب كبيره قوي. فعشان كده 70 أتقل في حركته صعودا وهبوطا. ولكن طبعا عشان نرجع برضو في البداية عشان نفهم يعني عموم الجمهور، ان طبعا عشان الثيرتي ليه نسب قياس بالوزن النسبي مختلفة تماما عن السيفنتي. ده اختلاف في الموازين نفسها في الوزن، في تقييم او عمل المؤشر. نعم. مش اكتر. مش تمام أكبر. فبالتالي 70 الفترة اللي جاية أنا شايفها هيكون واعد أكتر من 30. ده ما يمنعش إن 30 هيطلع وهيطلع بنسب قوية جدا وهنتخطى مستوى 18 عشان برضو شغل الأجانب، عشان شغل الأجانب وعشان برضو الطروحات الجديدة زي ما حضرتك ذكرت فيها كتير من الشركات اللي هتطرح أو يعني فيها جزء هيتزود في طرح للجمهور موجودة في 30 أصلا. تمام. زائد ان في الاسهم اللي مش موجوده هتنزل على 70، وطبعا ده هياثر على 100 طبعا. يعني ال 100 شامل الاثنين. فبالتالي 70 هينزل فيه جزء كبير من الاسهم وهيتجه ليه كتير من المضاربين او المستثمرين المصريين اللي بيفضلوا الشغل قصير الاجل، فهيتجهوا للاسهم دي، وده باين قوي في حجم النزول بتاعه الاسهم. بالرغم ان المؤشرات بتدينا صوره ان في تراجعات، الا ان احنا لو بصينا على الاسهم بصوره فرديه هنلاقي ان معظم الاسهم ما فيهاش حده الرجوع او حده الهبوط اللي موجوده في المؤشر 30 ماشي. وطبيعي جدا 70 نفس القصه. تمام. طيب اتكلمنا عن الطروحات، وبما انك انت برضو ذكرت الطروحات، يعني احنا الحكومه بدات تعلن عن ملامح. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع الطروحات قبل كده ونتاخر كتير، ولكن الحمد لله في يعني خريطه الطريق اهيت بدايه ان هو هيطرح ايه وهيطرح كام، واحنا دخلنا تقريبا لغايه الوقت 20 شركه، منهم اللي هيزود ومنهم اللي هيطرح لاول مره، فيهم قطاعات هامه جدا زي البترول زي البنوك وغيره وغيره وغيره. شايفه الطروحات ازاي؟ شايفاها هتزود، هتفيد البورصه، هتفيد الاقتصاد؟ ناس، في بعض الناس شايفه ان فكره الطرح نفسها الحكومه مش قادره توصل للناس. هل انا بطرح عشان اجمع فلوس للماليه العامه او للموازنه، ولا عشان اقوي البورصه واقوي الشركات واعيد هيكله ادارتها وغيره وغيره وغيره؟ هو خلينا نتكلم على فكرة الطروحات وبعد كده نشوف اللي بيحصل. تمام. في السوق المصري عندنا ايه. فكرة الطرح في حد ذاته هي فكرة قوية جدا بتتعمل، او الشركة بتطرح نفسها في البورصة علشان تزود السيولة اللي عندها عن طريق الاكتتاب، وده عشان تعمل بيه مشاريع تاني. تمام. يمكن ماليا بنقول ان الشركة اللي بتنزل وتدي تعمل اكتتاب بتدخل مع ملاك جداد بحكم ان المستثمر هو مالك في الشركة. صحيح. فده بيكون نوع من أنواع تقليل الملكية، فتخارج نسبي. بالنسبة للشركات بتاعة القطاع العام، لما ألاقي أن ده بيحصل، ده في حد ذاته خطوة قوية طبعاً. لأن إحنا شفنا أن القطاع العام بيدار بطريقة مش محققة للربحية بنسبة كبيرة. يعني خلينا نتكلم بصورة هادية شوية، مش بيجيب الأرباح اللي مفروض انها تطلع منه. فلما ادخل فيها ملكية خاصة اللي هو المستثمرين، فده بيحرك الشركة نفسها. والمفروض ان ده بيدي قوة للشركة طبعا. ده في الامور الطبيعية. في السوق المصري يمكن فكرة الطروحات صح وكويسة، بس طريقة ادارتها هي اللي مش يعني محتاجة بعض التعديلات. احنا بنتكلم في 20 شركة، ده حجم كبير قوي على السوق المصري، ما اعتقدش ان السوقنا هيستحمله. فبالتالي هتحصل فيه متخوفه من بعض الاثار السلبيه. هو سلاح ذو حدين طبعا. ان ما كناش نديره صح فهتحصل فيه مشاكل كتير، لان كمان السيوله داخل السوق هل هتكفي بالزبط. ده هتكفي احنا ده عندنا ولا لا؟ السيوله ضعيفه. مش هي اللي تستحمل 20 شركه في خلال 3 سنين او في خلال 4 سنين حتى. ده كلام كتير قوي عليها. احنا عندنا بنتكلم في شركتين او 3 بعد العيد مباشره. بعد عيد الفطر ان شاء الله مباشره، وده مش لسه السوق مش جاهز له. ده مش مجهز له. ما عنديش لا طريقه طرح كويسه ولا عندي سيوله كافيه داخل السوق. احنا مش قادرين نعمل السيوله المناسبه انها تستوعب ده. نضيف عليهم نقطه مهمه جدا،
الاكسبيرينس الضعيفه الوحشه اللي موجوده عند المستثمرين صحيح. المصريين من طروحات خلفيات الحكومه الطروحات اللي قبل كده بالظبط مش الحكوميه بس وبرضه خلينا نكون واقعين والخاصه كانت عامله مشاكل بس من سنتين بدات تتعدل شويه بس الحكوميه بصوره اقوى فالناس عندها خوف من الطروحات الحكومية يعني دي شركات فيها مشاكل فبتطرح في البورصة علشان يداروا على فشلها ده مش صح أو صح مش دي النقطة بس ده الخبرة اللي عند الناس اللي عند الناس بالظبط فده اللي بيخلينا وكمان طريقة التقييم اللي ساعات بتكون مبالغ فيها يعني بتبقى مبالغ فيها قوي لدرجة ان الشعب او المستثمرين بيتوهموا بيها جدا فبالتالي بتاخد السوق وتنزل صحيح. برغم ان الطبيعي جدا ان السوق لازم يهبط بعد اي طرح عشان كده بنقول ان المنطقي ان 20 شركة او 10 شركات في خلال 3 سنين يعني انا جبتهم للنص في خلال 3 سنين ده كتير على السوق ما يستوعبوش المدة الزمنية تكون اطول من كده عشان نعملها بطريقة أكثر فاعلية وتؤدي للنجاح اللي احنا بنرجو. طيب أخيرا طبعا احنا في طبعا أخبار اقتصادية كتيرة مش يعني مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي أخبار اقتصادية إيجابية تقييمات عادلة وغيره وغيره شايفة السوق الفترة يعني احنا خلاص النهاردة جلسة نهاية الأسبوع إن شاء الله يوم الأحد هنفتتح الأسبوع الجديد شايفها يمشي إزاي هل هنكمل في القاع هل هنبدأ نطلع شايفة المقاومة والدعم الجديد ايه للتلاتين والسبعين سريع هو انا اتمنى ان الاسبوع اللي جاي نفضل في نفس المنطقة سواء كان على مستوى التلاتيني او السبعيني نفضل بشكل عرضي يعني. الاتجاه العرضي في الفترة دي مهم جدا لانه ده بيكون لي قاع جديد وده اللي بيخليني اطلع بنسبة قوية جدا الفترة اللي جاية دي هتكون انا اتوقع ان السوق هينشط في اخر اسبوع من رمضان ومن هنا هنبتدي نشوف بعد رمضان او بعد اجازة العيد ان شاء الله هنشوف صعود قوي جدا تمهيدا لاستقبال الطروحات الجديدة. انا بشكرك استاذه مريان عزمي المحلل المالي وخبير اسواق المال على وجودك معنا. شكرا. وبالطبع مشاهدينا الكرام والشكر موصول لحضراتكم على متابعه مؤشر النيل الذي يعمل يوميا مع البورصه المصريه لتحليل اكثر واقعيه. تابعونا دائما الى اللقاء.